إلى هذا الحين. نتحول إلى موسكو. حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية. حسين، الأزمة الملحة التي لا تنفصل تقريبا عما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية، جديدك بشأن البيانات الميدانية؟ بعد التحية تامر، وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تحييد حوالي 300 مقاتلا أوكرانيا على محاور كراسني ليمان وكوبيانسك، بالإضافة إلى إسقاط مروحية من طراز مي 8. وأيضا الدفاع الروسية أكدت على تقدم الجيش الروسي في الاتجاه الجنوبي لإقليم دونيتسك. كما أيضا وفي الدبلوماسية الروسية، تحدث نائب وزير الخارجية الروسي عن أن موسكو لم تتصل أو لا يوجد أي اتصالات بين موسكو وبين واشنطن حول الملف الأوكراني. كما أيضا شدد نائب وزير الخارجية على أن روسيا حتى هذه الساعة لا زالت تناقش مسألة تجديد اتفاق الحبوب، وأنه يوجد الوقت حول إمكانية تجديد المشاركة الروسية. نعم حسين، في اتفاق الحبوب. سأأخذ مما قلته إجماله أن روسيا ما زالت في طور المناقشة والتحضير لهذا الاتفاق، تجديده من عدمه. ولكن سؤال في صلب هذه التغطية، هذه المساحة مرتبطة بالانتخابات الأمريكية، عاد من جديد هذه الطنطنة باتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات، حتى وإن عللت بأنها أقل من تدخلها في الانتخابات السابقة. رد الفعل لديك بشأن هذا الاتهام؟ حتى هذه الساعة تامر لا يوجد أي رد فعلي روسي حول التصريحات الغربية بأن موسكو تتدخل في الانتخابات الأمريكية. فقط بعض التقارير الإعلامية نقلت عن الطباخ لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومدير شركة فاغنر عن حديثه بأن روسيا ستتدخل وفق الإمكانية التي لديها في الانتخابات الأمريكية. بطبيعة الحال الجهات الرسمية الروسية لن تصرح في أي معلومات تؤكد أو تنفي ما يتم الحديث عنه في الغرب، لكن روسيا حول الانتخابات الأمريكية تأمل في أن يفوز حزب الجمهوريين في الولايات المتحدة على الحزب الديمقراطي، نتيجة أن السنوات الماضية وتحديدا عندما يحكم الحزب الجمهوري في الإدارة الأمريكية هو على علاقة أكثر وطيدة بالجانب الروسي. وأيضا الديمقراطيين في الولايات المتحدة لديهم سيناريو واضح، هم من يريدون أن يحاربوا روسيا على عكس الحزب الجمهوري. لذلك روسيا بطبيعة الحال وحسب ما يتحدث الخبراء والمراقبين التامر، تأمل روسيا في أن يفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات النصف رئاسية في الولايات المتحدة. ولكن بالرغم من فوز حزب الجمهوري أو عدم فوزه، فالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في الوقت الحالي وصلت إلى مراحل تصاعدية أو تصعيدية كبيرة جدا، والجانب الروسي يحث الجانب الأمريكي على ضرورة إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه في السنوات الماضية، نظرا إلى أن إمكانية حدوث أي اشتباك مباشر بين موسكو وبين واشنطن هذا الأمر نعم سيؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، وبالفعل هذا ما تخشاه موسكو. نعم، حتى أنتقل إلى كوبنهاجن حسين، يبقى لي سؤال آخر. أنت تحدثت أنه حتى هذا التوقيت لم يصدر أي تعاطي روسي مع هذه الاتهامات وإن قل حجمها، كيف كان تعاطيها بإيجاز لو تكرمت في الانتخابات السابقة حين اتهمت بأنها قد تدخلت وغيرت سير المزاج، مزاج الناخب الأمريكي؟ أيضا في الانتخابات السابقة تامر، روسيا لم تصرح ولم تصدر أي بيانات حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. ففي حال روسيا تدخلت بالانتخابات، فبطبيعة الأمر الخبراء يؤكدون على أن موسكو لن تعلن ولن تصدر أي بيانات تؤكد هذا التدخل رسميا. وكما يتم الحديث عنه هنا في الداخل الروسي، فبطبيعة الحال الولايات المتحدة هي دولة غير حليفة لروسيا أو غير صديقة لروسيا، وما يمكن للقيادة الروسية أو للدولة الروسية أن تساهم في الولايات المتحدة أو أن تساهم في إيصال من يكون حليف لها أو من يعيد العلاقات
مع روسيا، فبطبيعة الأمر روسيا لن تقف عن ذلك وستقوم بكل ما لديها من وسائل من أجل أن تعيد العلاقات الروسية الأمريكية إلى علاقات جيدة نسبيا، نظرا إلى الخشية الروسية من وقوع أي اشتباك بينها وبين واشنطن، وهذا الأمر سيؤدي إلى خطر عالمي، وليس فقط الأمر سيقتصر على واشنطن وموسكو. نعم حسين مشيك، شكرا لك إذ كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو.